من إهانات من أمريكا ومن الصهيونية. العمل اللي يصير ضد شعبنا في فلسطين هو علينا كلنا، على كل واحد من عندنا، على كل عربي، ضد كل عربي، وإهانة لكل عربي يقبل بيها. واللي توهموا في أنه أمريكا ممكن أن تضغط على إسرائيل، عليهم أن لا يتوهموا أيضا، يستمروا في وهمهم، لأنه الإدارة في البيت الأبيض والإدارة الصهيونية حالة واحدة. من الذي يحكم في البيت الأبيض الآن؟ اليهود في البيت الأبيض، أو خدم اليهود. خل يصحوا، خيرهم كثير وشعبهم بخير والأمة العربية بخير، بس ينراد لها أحد اللي يقودها بأمانة.